نتواجد اليوم في أحد المواقع التابعة لقوات الجيش الوطني المرابطة هنا في جبهة الضالع وتحديدا في جبهة مريز. ألتقي ببعض أبطال الجيش الوطني ليطلعونا عن حجم المعنويات بالنسبة لهم وهم يقضون أيام عيد الأضحى المبارك في الثكنات والثغور مرابطين في ساحات القتال. طبعا العيد عند هؤلاء هو يوم أن ينتصروا كما يقولون على ميليشيات الحوثي الإنقلابية. اليوم هو ثالث أيام عيد الأضحى المبارك ومع ذلك هؤلاء في مواقع الشرف والبطولة مرابطين بكل بسالة وبكل عزيمة. وقبل لحظات تم شنت وحدات من الجيش الوطني هجوم على مواقع الميليشيات في منطقة القهرة وفي منطقة الزيلة. ألتقي أحد الأبطال هنا ليطلعنا عن حجم المعنويات في أيام عيد الأضحى المبارك. والله المعنويات معنويات عالية تناطح السحاب وجاهزين لأي وجاهزين في معنوية قتالية كاملة وفي استعداد كامل لأي طارئ قد يحدث من قبل ميليشيات الحوثية الإجرامية. ما هي رسالتكم في هذه الأيام لمن يقضون العيد في منازلهم وفي مناطقهم وما هي رسالتك أيضا للشعب اليمني بهذه المناسبة؟ والله رسالتي للشعب اليمني كامل أزف إليها التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأنا أقول لهم كل عام وأنتم بخير ونحن صامدون حتى آخر رمق من دماءنا. إذن هذه هي معنويات أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والقوات المشتركة المرابطة هنا في جبهة مريس بمحافظة الضالع. معنويات تعانق السماء وصمود أسطوري في وجه ميليشيات الحوثي الإنقلابية. هذا الصمود لا يختلف في أيام العيد عن الأيام الأخرى. فوزي المريسي، قناة سهيل، محافظة الضالع.